بالمناسبه لو كانت حاجه خاطئه، وبالمناسبه قناه النادي الاهلي وداخل قناه النادي الاهلي عندما تكون هناك لعبه مشكوك فيها. طيب خليني اقول لحضراتكم حاجه، ومش من المفترض ان انا اقول كده، لكن في يوم من الايام احد الكباتن اللي كانوا مسؤولين موجودين معانا هنا وبيتكلموا عن او بيحللوا خبراء من الخبراء في التحكيم كان موجود معانا هنا وبيحلل، فقال لي يا اسلام في فاول. قلت له اوكي قول اللي انت عايزه. قال لي اقول اللي انا عايزه؟ قلت له هو حد عمره جه قال لك ما تقولش اللي انت عايزه؟ قول اللي انت عايزه. ضد الاهلي مع الاهلي، انا هشوف وجهه نظري ايه وهقولها وهنتناقش، واللي هيوصل للجمهور هو ده الصح ولا كلامي. لكن لو قانون خلاص مش هنقدر نتكلم فيه. تخيلوا حضراتكم ان ده بيحصل جوه النادي الاهلي، جوه قناه النادي الاهلي. يا جماعه اللي عايز يقول حاجه بيطلع يقولها بالمناسبه، ولكن احنا بندافع على نادينا، بندافع على فريقنا، بنقف ورا فريقنا، بنقف ورا جمهورنا، بنقف ورا مجلس ادارتنا. ده طبيعي جدا، احنا اسمنا قناه النادي الاهلي بالمناسبه مش قناه ثانيه يعني. لكن هل حضراتكم بتشوفوا ان احنا بنذكر مثلا واحنا بنتكلم بنذكر انديه اخرى؟ لكن في ناس عايشه على اسم النادي الاهلي وعلى اللي بيعمله النادي الاهلي وعلى اللي بيقولوا النادي الاهلي وعلى اللي بيقولوا مذيعين النادي الاهلي وعلى اللي بيتكلموا في اي مواضيع في قناه النادي الاهلي. اوكي انت حر، عيش اعمل زي ما انت عايز، ولكن انا قناه النادي الاهلي، او خليني اتكلم باسم برنامجي، انا هفضل زي ما انا، ليش علاقه باي حاجه. انا هتكلم في اللي انا شايفه، وهتكلم في مسانده النادي الاهلي، وهتكلم في وقفتنا مع الجمهور او وقفه الجمهور دايما اللي بتبقى معانا واللي بتخلينا دايما نطلع نتكلم بمنتهى الثقه، ما عندناش اي مشكله. اللي احنا شايفينه بنقوله، اللي احنا شايفينه بنقوله.